سلمى، حسن، ابني، كيف رجعت لعندي؟ يا روحي انت، انت رجع لي ابني، رجع ابني لحضن امه يا حبيبي، رجع حبيبي الي. حكمت طلع حسن، رجع رجع لعند امه، حبيب قلب امه رجع. تقبر قلبي يا حياتي انت، يا عمري اللي اشتقت له انا. وقف، لا تقرب. سلمى، هالمرة ما رح تاخذوا حسن مني، ما رح اعطيكم اياه، انا ما رح اعطيك اياه، عم تفهم؟ هذا الولد مانو حسن يا سلمى. أنا اسمي عثمان. لا تخاف يا عثمان، الخالة سلمى شبهتك لحدا بتحبه. خفت مني مو هيك؟ ما خفت منك أبدا، بس أنا مو ابنك. مو ابني؟ لا مو ابنك. هذا الولد هو ابنك؟ ايه ابني يا خانم. ايه عثمان حبيبي ابني، يلا روح وتعرف على خالي سلمى يا روحي، يلا. مرحبا، أنا عثمان. وأنا يا روحي اسمي سلمى. أنا مبسوط لأني عرفتك خالة سلمى. وأنا كمان مبسوطة إني تعرفت عليك يا حلو. مين حسن؟ حسن بيكون ابني. انت عندك ولاد؟ لكن نادي له خلينا نلعب سوا، وانا خلينا نلعب انا ويا سيارات. ما في يجي، ما بيقدر. عرفنا على بعض، رح يصير يجي لعندك نلعب انا وياكي، وما بخليكي لحالك. عن جد بتجي؟ اي طبعا. على طول رح تخليني اجي لعنده، مو هيك ماما؟ طبعا بتقدر تجي يا روحي. Thank you.
شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ احنا اجينا. اهلين عصمان. اهلين فيك عم الصياد. لا تواخذنا، اجينا هيك فجأة بدون حتى ما نخبركم. لا شو هالحكي هاد، انبسطت بشوفتكم وخبرت سلمى كمان، انبسطت كتير. ليك جاي وراي. عثمان اهلا وسهلا. اهلا فيكي خالتة سلمى. عفوا انا قلت لك امبارح انه اليوم في عندي شغلة مهمة وكتير ضرورية، وما لقيت حدا اترك عثمان عنده، وهو طلب مني انه يشوف خالته سلمى. ممكن يضل عندكم؟ طبعا سلمى رح تنبسط فيه كتير، بس انا ماني حاسك انك منيحة جميلة. شو صاير؟ ولا شي، بس ما نمت امبارح. مثل ما بدك، بس ديري بالك على حالك جميلة. بالمناسبة انا حكيت مع رئيس العمال بالمشغل، لا تاكلي هم، بس اذا بتقدري امري لعندها على المشغل بعد شوي اذا ممكن، وبعدين بتروحي على شغلك. ايه بمر. طيب فيكي تمسكيني؟ ايه طبعا يلا. رح امسكك هلا فورا. لا تاكلي هم المساء، انا بوصل على البيت. خلص رح امسكك. اسف كثير، انا تعبتك معي زياده. تعب شو؟ خلص انا بوصل عثمان على البيت المساء. شكرا كثير. هلا بنشوف مين رح امسكك يا حلو. يلا رح امسكك. شوفي ما احلاهم وهن عم يلعبوا مع بعض. شو رايك هلا؟ تعال هون تعال. مزبوط، صار لازم اروح. ماشي عثمان. امي انا راحه هلا، اوعى تعذبهم. ماشي طيب، يلا بالاذن. الله معك. لا تنزع شي، العب شوي شوي. ايه ماما. وين قصتك؟